أعلنت الصين بدء المناورات العسكرية في مضيق تايوان لثلاثة أيام ستشمل الذخيرة الحية، وذلك ردا على زيارة رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة ولقائها رئيس مجلس النواب الأمريكي. ردا على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة ولقائها برئيس مجلس النواب الأمريكي، تعهدت الصين على الفور باتخاذ إجراءات حازمة. الجيش الصيني بدأ تدريبات عسكرية لمدة ثلاثة أيام في مضيق تايوان، ستشمل دوريات ومناورات بالذخيرة الحية ستجرى الاثنين المقبل في مضيق تايوان مقابل الجزيرة. مناورات السيف الحاد المتحد بحسب بكين هي بمثابة تحذير جدي ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية. في المقابل، تايبي ترى أن بكين استخدمت زيارة الرئيسة إلى واشنطن ذريعة لإجراء مناورات عسكرية، مناورات تقوض السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بشكل خطير. ومنذ أيام كثفت الصين ضغوطها العسكرية على الجزيرة بإرسال سفن حربية وطائرات في المضيق، وعززت وجود خفر السواحل للقيام بدوريات استثنائية. وزارة الدفاع التايوانية رصدت 8 سفن حربية وأكثر من 40 مقاتلة صينية حول الجزيرة، مبينة أن عشرات الطائرات عبرت الخط الأوسط في المضيق. المناورات العسكرية تأتي غداة زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي الذي أثار مسألة تايوان خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي شدد على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان. من بكين نرحب مباشرة بالكاتبة والمحللة السياسية ياي شين هوان. أهلا ومرحبا بك معنا سيدة ياي. سأبدأ معك هذا التطور، ولو أن التحشيد العسكري كان متواجدا من قبل، ولكن الآن نظرا لهذه الزيارة لرئيسة تايوان وهذا ردة الفعل الصينية، سيناريو القادم كيف سيكون برأيك؟ مساء الخير، تحياتي إلى السيد الكريم وإلى السادة المشاهدين الكرام. مثلما ذكرتم في تقرير قبل قليل أن هذه التدريبات العسكرية تعتبر تحذيرا شديدا وصارما لدى الصين تجاه القوى الانفصالية التايوانية وكذلك القوى الخارجية التي تريد تدخل في الشؤون الداخلية الصينية. كما نعرف أن تايوان يعني جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحسب حسب البيانات المشتركة التي تم التوقيع عليها بين الصين والولايات المتحدة، فلا يمكن للولايات المتحدة أن تجري أي تبادلات رسمية مع منطقة تايوان، فقط يمكنها أن تجري بعض التبادلات واتصالات الثقافية والاقتصادية مع منطقة تايوان. ولكن كما نعرف أن مرور رئيسة منطقة تايوان تساي إنغ بالولايات المتحدة أجرت لقاء رسمي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، فإن ذلك يعتبر انتهاكا لمبدأ الصين واحدة وانتهاكا للسيادة الوطنية الصينية. فتقوم الصين بهذه التدريبات والمناورات العسكرية الواسعة تجاه مثل هذه التحركات الاستفزازية. نعم، يعني العملية التي تم إطلاق هذه العملية والتي تحاكي لربما تطويق تايوان بالكامل للجزيرة الآن، وكأن سيناريو يحدث بالنسبة للصين وفي مسألة التعاطي وعدم التنازل عن هذه القضية الأساسية فيما يتعلق بتايوان، مع هذا الموقف الصيني برأيك لماذا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية دائما فيما يتعلق باللعب على هذه الجزيرة تايوان ومحاولة أن تجر الصين لربما إلى حرب بشكل أو بآخر؟ هل ستقدم عليها الصين فعليا؟ أولا بشأن مسألة تايوان، يمكن نلاحظ مثل ما ذكرتم قبل قليل أن الولايات المتحدة تقوم دائما ببعض تبادلات غير شرعية مع القوى الانفصالية التايوانية، وأعتقد ذلك طبعا يهدف إلى استخدام ورقة تايوان
احتواء الصين، هذا هو الهدف الأمريكي. وكذلك يمكن نلاحظ أنه مع النفوذ مع ازدياد القوة الصينية الشاملة، تعتبر الولايات المتحدة الصين كأنها أكبر منافس لها، قد تهدد هيمنتها في نطاق العالم، فتستخدم دائما بعض الأساليب وبعض الإجراءات المضادة لاحتواء الصين، مثل تعزيز حلفائها في المنطقة، وأيضا تعزيز إنشاء بعض المنظمات الإقليمية المضادة للصين لاحتواء التنمية الصينية. وكذلك الأهم شيء هو استخدام تايوان كورقة وتلاعب سياسي لها لتدويق الصين ولأرغلة التنمية الصينية عبر أرغلة تحقيق الصين توحيدها الكامل. نعم، البعض يرى بأن هذه المناورات تحديدا وكأنها رسالة سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إلى تايوان، بأنه إذا زادت عمليات الاستفزاز فإن القوات الصينية والصين ستنهي عملية تايوان بشكل نهائي وتحسم الجدل في هذا الملف. بالمقابل أيضا تصريح لرئيسة تايوان تساي إنغ وين عندما تحدثت بأن الجزيرة تواجه استبداد وتوسع استبدادي مستمر، وتحدثت بأنها ستواصل العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول المماثلة لتحقيق الديمقراطية والحرية. إذا ما أردنا أخذ هذه القضية تاريخيا سيدة ياي، هل نتحدث عن أثر واضح في هذا الإطار فيما يتعلق بعمليات استبدادية أو حتى عمليات ضد الحرية والديمقراطية؟ أولا يجب علينا أن نعرف أن مسألة تايوان هي مسألة المتبقية من الحرب الأهلية الصينية في الأربعينيات من القرن الماضي، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. هذه هي حقائق تاريخية، وكانت تايوان تتابع للصين قبل أكثر من 2000 سنة، فلا شك أن الصين ستحقق توحيدها الكامل في المستقبل القريب، هذا هو الاتجاه العام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب علينا أن نعرف أن هناك 180 وأكثر من 180 دولة في العالم قد أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، وأهم شيء وراء هذه العلاقات الدبلوماسية هو اعتراف بمبدأ الصين واحدة، حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين في نطاق العالم. فتايوان هي مقاطعة صينية، وهذا هو مبدأ المعترف لدى المجتمع الدولي. إذا اندلع بعض الصراع العسكري بين البار الصيني الرئيسي والمنطقة تايوان، وهذا هو يعتبر تحرير الصين لمنطقة تايوان، ولا يسمى ب تحقيق غزو تايوان أو من أجل عرقلة ديمقراطية أو حرية لمنطقة تايوان. كل ذلك غير متوافق مع المبدأ الصين الواحدة، لأن تايوان ليست هي مقاطعة صينية وجزء للصين، فلا يمكن أن نتحدث عنها كدولة المستقلة، هذا غير صحيح. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا الكاتبة والمحللة السياسية ياي شين هوان من بكين.